صباح الفل يا فندم. صباح الفل. جاهزين تستلموا؟ هات يا سيدي. يا ما جاب الغراب لهم؟ لا يا فندم، المره دي السيده جامده، العيال بتوع كنيسه اسكندريه. انهي فيه؟ هي هتفرق معاك يا ناصح؟ استلم وانت ساكت. تمام يا فندم. على ما تعالى يا ولد. امسكوا عسكري. اسماعيل فين؟ فين اسماعيل عبد الرحيم؟ مالناش دراني فين اسماعيل؟ ما تصلي على النبي كده وتهدى، مش ترمي لك سلام الاول؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت عارف احنا فين؟ ايوه هنكون فين يعني؟ سلامها لله. اكيد مش هيجيبوا اسماعيل هنا، مش هيحط لهم اللي هم عايزينه، اكيد هيطلعوه افراج. توك فهمت يا فاكرك. انت عايز تجنني؟ انت فاكرنا رايحين تركيا نتفسح؟ اسماعيل هيودينا في 60 داهيه. قلت لك يا واد خالي سلمها لله. بس يا مسجون منك له. يلا نجرى على جوه. يلا يلا. عيد الكيد. يلا يا اخويا افتح يا ابن الباب. خش. أمين فيهم؟ محمود عبد الناصر. سلم. يمشي. التاني ساعة تبصيه، يمشي شوية. ريمين ايوه كده، هي دي العلاقات اللي بفايده. بقولك ايه، ما اتجوزوا اختك يا سيدي. اغصب عليا، مش انت اخوها الكبير؟ الله. لا بجد بجد بجد، اوعى تقطع علاقتك بسكرتير النيابه ده. ده احنا بنتزل كل زول عشان نعرف منهم اي معلومه. طب خلاص تمام تمام، سلام. خير يا استاذه؟ براء ان شاء الله. يا ابني مش كده، اصبر شويه. براءة ايه؟ هم عملوا فيك ايه في الحبس؟ مسحوا الذاكرة بتاعتك؟ شوية. طمنينا يا أستاذة. فعلا حققهم مع محمود النهاردة الصبح، بس محمود بقى طلع جدع، رفض يكمل التحقيق لحد ما يجيب محامي. كانوا بيتعاملوا معاه على أساس يعني كان في فرصة إن يجيب محامي وهو اللي ما جابش. المهم خد 15 يوم على زمة التحقيق. فين؟ لا دي لسه ما نعرفهاش، لأن تبع الداخلية. طب ما نسأل ودوه على فين؟ يا مصبر الوحش على الجحش. طب ممكن بعد اذنك الجحش يسال سؤال دلوقتي يا استاذه؟ مش حضرتك بتقولي انه خد 15 يوم حبس؟ انت كنت فرحانه ليه وانت بتتكلمي في التليفون ده؟ انا افتكرت خلاص ربنا نصفه. عشان اتاكدت انه فعلا حققوا معاه امام نيابه امن الدوله العليا. انا كنت خايفه لا يحولوه قضاء عسكري، يعني زي ما بيعملوا في قضايا الاخوان. بس محكمه امن الدوله العليا دي قضاء استثنائي برضه، ما فيهاش استئناف. معنى كده ان فرص احمد ومحمود في البراءه هتبقى قليله. اهو يا اسطى، بص العمى ولا العمى كله؟ عمى ايه بس؟ انا مش فاهم منكم حاجه انتوا الاثنين. يعني ايه؟ مش هنعرف محمود فين ونروح نزوره ونجيب له عيش وحلاوه وامه تعيط تعليه في حضنه؟ مش دي ابسط حقوق المساجين؟ ولا هم زينا لما بيتحبسوا ما لهمش اي حقوق؟ يا بنتي بعد اذنك انا همشي قبل ما تتشلي، عشان في وراكي مظالم محتاجين مجهودك. ماشي يا اسطى، وانا لما اول ما اعرف اي حاجه اكيد هبلغ حضرتك، وهمشي في اجراءات كمان للزياره. مع اني بصراحه يعني شك انه هيدونا اذن زياره، بس برضه نبقى عملنا اللي علينا. كتر خيرك يا بنتي، يلا يا ابني. سلام عليكم. عليكم السلام.
ازيك؟ عاملة ايه يا امي؟ اوعي تكوني جبتي المخفي معاكي. لا ما جاش، هو لعب بالعيال، دول عندهم مدارس. بيسلم عليكي. الله لا يسلمك. كنت فضلتي قاعدة مع عيالك، ما كانش له لزوم تيجي يعني وتتعبي نفسك. واسيبك قاعدة كده لوحدك، ودي تيجي برضه. تعيشي يا حبيبتي. خدي يا بنت هنا. انتي لابسة اسود في اسود كده ليه؟ ها؟ جاتك نيلة، هتفولي على اخواتك يا هبلة؟ نيلي، يلا خشي غيري الاسود ده، ما تقفليهاش في وشنا، أكتر ما هي متقفلة، خشي. بقول لك إيه؟ حسك عينك تقضيها مناحة وتفضلي تقوقي طول ما انت قاعدة هنا، احنا مش ناقصين. ما هياش أول مصيبة ومش هتكون الأخيرة يا أختي. يا رب ألطف بينا يا رب وجيب العواقب سليمة. يا رب يطمن قلبي عليكم يا ولادي ولا يحرقش قلبي عليكم أبدا، انتوا اللي زيكم. نبي يا رب. اللي يشوفك يا عمي وانت بتتكلم مع الست المحامية يقول ان انت رايح لها في قضية نفقة مش قضية ارهاب. انت في ايه؟ ما تتفضل معانا. مش عمي اللي متهم في قضية ارهاب، عمي بريء، دول ولاده بس مظلومين يعني. ولا انت شكلك مقلق من الدقن ولا ايه حكايتك؟ هي دي دقن؟ دي كانت زمان حاجة كده بس النصيب. بس كده احلى يا عمي، مش كده الدقن احلى؟ مش كده احلى؟ يعني افتح باب العربيه وارمي نفسي واموت كافر عشان ترتاح انت؟ يا اخي انت ايه؟ هو انت ما بتبطلش؟ امي بعد الشر عليك، انا ما اقصدش والله، حقك عليا. بس انت عارف عندنا اصحابنا في الجامع بيقولوا على حضرتك يعني لا مؤاخذه في الكلمه انك كافر. شيوعي يعني من اللي بيهيجوا العمال. هو انت صاحب بتهيج العمال يا عمي؟ بتهيجهم؟ يا جدع مش كده. ما اقصدش اللي انت فهمته، انا قصدي يعني انك من اللي بيحرضوا الناس على الثوره. اعمل معروف ونزلني يا اسطى في اي حته يا اسطى. الراجل قال لا. العشاء يا ولد. يا باشا يا باشا، لا مؤاخذه يعني في السؤال، مش المفروض ان انا في سجن ومعايا مساجين؟ طلع حبسني انفرادي، انا اعرف ان الانفرادي ده للتاديب وانا ما غلطتش. يا سلام. لا يا ولا، ده التلعيبه ما تطلعش من بقك ابدا. يا مسجون ده اسمه عنبر المشدد، وبعدين هو ده النظام. ايوه يا اخوانا، بس انا كده هتجنن، عايز اكلم اي حد. طب نجيب لك موزه تونسك؟ تعرف تلاقي على عينك وتسكت؟ احمد ربنا، احمد ربنا انك نايم في زنزانه لوحدك وعندك فرشه وغطا ومخده. ده المحبين زمايلك في العنابر التانيه بيناموا ورادي، كل واحد فيهم يا حول الله بينام له ساعتين ثلاثه ويقوم عشان يوسع لغيره ينام. طب ابوس ايدك وديني ليهم. استنى بس، ابوس ايدك وديني ليهم يا عم، انا عايز انام ورادي، عايز اكلم بني ادمين. ولا ما توجعش دماغي، عندك الصبح ساعتين تمشيه يبقى تنيل يرغي فيهم على اللي انت عايزه. ها ليك طلبات تانية؟ أمر تحت أمر، يعني لو عايز نغير لك الأكل مثلا يعني. لا يا عم الله يكرمك. جد أنا بتكلم جد، يعني لو عايز نغير لك الأكل ممكن، لو عايز نزود لك شوية برضه ممكن، عايز نجيب لك عيش صابح ماشي، بس أنت فتح مخك. بس أنا معيش حاجة، قبض عليا بالترنج. ده هيحكي لي قصة حياته بقى. طب اتنيل ادفع بقى، ولما يبقى معاك اللي تظبط بيه نفسك ابقى انا اظبطك. يا مسجون يا بعكوك.